ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري باسم أبو العنين. باسم، أطلعنا على الجديد لديك في هذه المبادرة. نعم، نحن الآن في قرية برنشت تابعة لمركز العياط في جنوب الجيزة، والتي تأتيها مبادرة حياة كريمة، تلك المبادرة التي تجوب أنحاء الجمهورية في القرى الأكثر احتياجا والمناطق الشعبية الأكثر احتياجا في الحضر. نحن الآن في قافلة شاملة تمتد من اليوم وحتى يوم 20 من الشهر الجاري في هذه القرية، والتي تقدم خدماتها المتميزة والشاملة لأهالي القرية من خدمات السجل المدني والتوعية الدينية. هناك يعني لجنة أزهرية تأتي إلى هذه القرية لتقدم التوعية الدينية لأهل القرية، وأيضا هناك مأمورية من السجل المدني لتيسير استخراج الأوراق الثبوتية اللازمة للمواطنين هنا وبالمجان، وأيضا هناك قافلة طبية يعني في تخصصات مختلفة كتخصصات الطب وطب الأسنان وطب العظام والباطنة وما إلى ذلك، وتمتد على مدى 5 أيام هنا في القرية، وطبعا تقدم خدماتها للمواطنين هنا بالمجان. وطبعا لدينا فريق من المتطوعين من أهالي قرية برنشت يشاركون في تقديم الخدمات المختلفة والتنظيم لتقديم كافة هذه الخدمات لمواطني هذه القرية. مبادرة حياة كريمة مبادرة رئاسية تنموية تستهدف كل ربوع جمهورية مصر العربية التي تحتاج إلى هذه الخدمات بلا توقف وبلا كلل في كل مكان من ربوع مصر.